اهلا وسهلا بيكم، انا ماما فاطمه، وتعالوا نعرف وصفه كيكه البسيسه دي بتتعمل ازاي. بس الاول اتمنى تدعموني بالاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس ولايك للفيديو لو انتم شايفيني من على اليوتيوب، اما لو شايفيني من على الفيسبوك فاتمنى ان انتم تعملوا متابعه ولايك للفيديو. ويلا بينا نعرف تفاصيل كيكه البسيسه. صدقوني كيكه جميله جدا. تمام، احنا معنا نجيب الخلاط كده، هي حطت 3 بيضات وعليهم كوباية سكر، فهتضربهم في الخلاط زيها زي بالظبط الكيكة العادية خالص. تمام، هتضيف السكر وهتضيف كوباية لبن، وطبعا لو انتي حابة تحطي عصير برتقال بدل اللبن عادي يعني براحتك. تمام، نص كوباية زيت وربع كوباية سمنة أو زبدة، فانتي ممكن تستبدلي السمنة أو الزبدة دي بإن انتي تحطي 3 كوباية إلا ربع من الزيت. تمام، هي مستخدمة هنا فانيليا بالبرتقال، بدل ما تحط كوباية برتقال لأ هي حطت لبن واستفادت بنكهة البرتقال اللي فانيليا البرتقال. تمام، هتضرب كده في الخلاط. هنا احنا بنضرب في الخلاط اهو، وجابت دي ذرة اصفر، ده هتلاقيه موجود في اي سوبر ماركت او اي هايبر ماركت، هتلاقي فيه الدي ده، ممكن تلاقيه برضو سايب عند العطار. تمام، هي مستخدمة 1.5 كوباية من دي الذرة الاصفر وكوباية من الدي العادي، وعليهم باكت من البيكنج باودر. لو لسه ما عملتوش لايك للفيديو اتمنى ان تدخلوا تعملوا لايك، لان اللايك بيرفع الفيديو. شكرا ليكم. تمام، هي حاطط كده المكونات الجافة دي مع بعض، كده هي بتنزل السوائل اللي هي ضربتها في الخلاط. انا فاكرينها كويس، ويتمنى ان انتوا تكونوا بتكتبوا المقادير دي. تمام، وهتنزل عليهم بالمكونات الجافة اللي عملتها برضو مع بعض، وهتفضل تقلب كده لحد ما بيكونش فيه تكتلات ولا فيه دي باين، هيبقى القوام كريمي خالص. وهتجيب صينية مقاس 26 أو 24 وتحط فيها معلقة زيت من تحت وتعفرها بالدقيق، أو تحط دقيق تحتها، يعني زي ما احنا عارفين ان كيكة الفانيليا بتحب تتحط تحتها دقيق، وكيكة الشوكولاتة بتحب تتحط تحتها كاكاو، مستحب يعني. تمام، هتدخلها الفرن على درجة حرارة 180 حوالي 40 دقيقة، هيطلع معاك الكيكة شكلها بالشكل ده. صدقيني كيكة جميلة قوي، وان شاء الله انا هجربها لكم انا بنفسي، لان انا معلش انا مقصرة معاكم اليومين دول، بس بحاول ان انا اجيب لكم برضو وصفات جميلة من ناس جميلة برضو، وتسلم ايديهم وشكرا ليكم لحسن المتابعة. مع السلامة.